امبارح نزلنا فيديو يا جماعه لعبنا فيه لحد ما وصلنا اسطوري. صارت اشياء غريبه بالفيديو، اللي شاف الفيديو بيعرف هذا الكلام، روحوا شوفوا الفيديو عشان تعرفوا شو اللي صار. وصلنا اسطوري بعد شهرين، واليوم حنلعب اول جيم في تقييم الاسطوري. وقفنا امبارح عند 8003 نقاط، واليوم حيكون اول يوم بلعب فيه اسطوري. انا عارف الوضع كثير متاخر تمام، ولازم يعني اكون وصلت زمان اسطوري، بس هذا اللي صار. فاليوم هنضرب عصفورين بحجر. العصفور الاول اللي هو لعب باسلحه الباتل باس اللي نزلت، كنت حكي لكم عنها سابقا، في منها سلاح البايزون وفي منها سلاح الكيلو اللي نازلين في الباتل باس. هاي الكيلو الثاني اللي هو سلاح البايزون الذهبي الفخم جدا. هنلعب فيهم جيم ونجرب تقييم الاسطوري في الرانك، فخلونا ايش سريعا ندخل جيم ونجرب السلاحين مع بعض. وهي بنا ما دخلنا جيم الا لما بلشت اكل. رسميا احنا في التقييم الاسطوري وناوي ابلش في الكيلو. اوكي لا، اول مره بشوف الانسات تبعه، انا بتعرف شو اللي بعمله. اوب 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 والله سريع. اموت اموت خلال حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ولك وينك؟ ايه احنا هنبدا من الاول، هنزعل من بعض تمام؟ كيلو يا اخي الاشي اللي بيصبر الواحد على كود موبايل. الاسلحه اللي فيها اللعبه نفسها غريبه، اللعبه نفسها غريبه، الاسلحه ما بتضلها زي ما هي. يعني الكيلو من شهر تلاقي كان ميتا، اليوم صار زباله، وضع جدا ايزي. يا رب هذا بيك. يا سلام الطلقه اللي بالراس، ترى انك رن ايدي حكتني فجأة. على فكرة أنا يعني ممكن أوصلك وأحط رجلي في مكان هي ضايقك تمام؟ والله أول ما كان معي، أول ما مسكت 90 فريم أموري كانت تمام، بس كأنه إيدي أخذت على الوضع، فبطلت أحس، بطلت أميز بين التسعين فريم والستين، ما عاد تفرق يعني. الله يعين اللي بيلعب على 30 ولا 20 فريم، الله يعين. بلعب على جهاز في 90 فريم مش فاهم، يعني تحس انه لساتني بوت. المستوى بالارض، التركيز صفر، اللي ضدي ليجند. طيب انا بدي اتعلم منك، يعني عم نتعلم منكم، ومنكم نستفيد، ومنكم نستفيد. في كانوا في شيء طار فوق في السماء، اذا ما خاب ظني يعني. اذا ما خاب ظني، في اشياء بتطير. حلق عاليا. اوبس. يا سلام على الهدات في الهاي. حلو. انت من صنف الزواحف. ترى ما في حالة ما تجي الفيديو، يعني ما بدي اقعد اسب عليك واقضيها طوط طوط طوط، يعني منه بكسب سيئات. واو من متى بطلعني فوق؟ واو عجيب، شو اللي طيرني فوق؟ ما انت ري رشيقه ما شاء الله عليها، اللهم لا حسد. يا الكامبر. طيب ضدي كلياته ما بشتري بشيء. يا الله يا الله انك تعفو عنا يا رب. تفضل تفضل. يعني يا اخي والله الوضع صار بده هاك يا جماعه. هو انا ليش ما بفعل هاك في اللعبه؟ موضوع يستحق التفكه. ابني هاي بتخلص يا اخي، زمان اخذت نيرف، خلاص ارحموني. طيب اسمع، خسرني وخلاص، انا بديش افوز. في مجال نخسر؟ جاب فيها 8 كيل ورا بعض. والله ما اخذ نيرف، اقسم بالله ما اخذ نيرف. واضح انه من يومها ما عمل تحديث للعبه ولحد الان لسه قويه عنده. واو طياره. يا ابني بدي اطلع من الجيم، بدي اطلع من الجيم، تقتلني كمان حي. يعني اعطيك اي اس ام ار. يبدو انه الاي ار مش شغال معانا، فخلونا نروح اللي بعده. بالنسبه لتركيبات الكيلو فهي هي التركيبات، سلاح كويس وكل شيء، بس يعني مستواي طايح. اما حاليا فالبايزون يعني اعتقد انه احسن شوي. هي التركيبات
بالمناسبة احنا حاطين كاتب موحد ولكن شكله مختلف، انا مغيره. شوف واقع هيد كود موبايل، يعني صندوق طوله نص متر ما تقدر تطلع عليه. سبحان الله، والله سلاحه فخم. بتمنى ينزلوا منه سكنات اكثر لبقية الاسلحة. سكن شيء كثير مرتب، ذهبي مع خشبي. الفخامة، الفخامة، التقدم. طب يعني روق علي. اوبا، هو ده بتلعب بفينك؟ انت شنو بتلعب فيه؟ يا اي جيم 17، هو ده سلاح سعايش. اوه بايزون، بايزون يتقدم، بايزون يتقدم بقول لك. يا ابني انت مش صاحي، انت مسطول اكيد صح؟ اوكي انا مقفل الطريق هون. واحي البايزون يتجبر فيهم صراحة. مش هاي كانت موفمنت وحركات ولا الفاضي؟ ايه انت كلبك تعبان، كلبك جوعان يا حبيبي. شو الله يخرب بيتكم، اربعة جايين علي. هاي بقلبي. لا ايمي ضاع. وليش قاعد معي؟ اوه انت محظوظ حظ اقسم بالله مش طبيعي. بفتح سكوب جنبه مش عارف مالي انا. حبيبي منور، حاولت يعني. وريني كم كل؟ 15 كل؟ 21 كل؟ والله كويس. اخبارك؟ ها؟ يب. هو يعني والله يعني فيري جود. جود جوب! يا ابني. واو مش بحكي لكم كثار زياده بزياده كثار بزياده بز... وين مكثركم يا اخي؟ انتوا بتحرموش ولا عليكم مكثركم؟ تاخذ واحده باخذوها، تاخذ واحده باخذوها، مش عارف يعني المفروض ناخذ ثنتين احنا على الاقل. ولدي ولدي كسرت الدروب يا ترى؟ اوتش. اوبس. ايوه. لا. لا. خسرنا. انا بعيط. حرام عليكم. حرام عليك شباب. لا. اكيد معنا على مين احنا صح؟ لا. يا سلام على الفوز الساحق على الأداء بالضبط، على الأداء بالضبط. قال الله أكبر فزنا خلاص. وضعك وضعك تمام. يا سلام. قد كل؟ 40 كل؟ 50 كل؟ 50 كل في البايزون. الحين بقدر أقفل التصوير وأنا مطمئن وأقوم أصلي، وأنتوا كمان لا تنسوا صلاتكم. وخلنا نختم الفيديو لحد هنا وأشوفكم على الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام.